السلام عليكم. مرات انك تكون اب هاي اعتقد بحد ذاته مهنة اضافية لمهنتك الاصلية، يعني ممكن تكون طبيب، دكتور، مهندس، تكون استاذ جامعي، شرطي، تكون جندي، تكون معلم، كهربجي، بس مع ذلك انت لازم تكون اب الدار، والاب ممكن يتقمص اكثر من مهنة جوية الدار. يعني فجأة ممكن تقلب انت الشيف رمزي، مرة تقلب قاضي شرعي، مرة قاضي صلح، مرة طبيب نفسي، مرة كهربجي، مرة موسرجي، مرة معمرجي، كله مطلوب منك انت كأب. فلذلك انا بعتقد بانه مهنة الاب من اصعب المهن. يعني مثلا تيجيك المرة بتقول لك شو بدنا نسوي اليوم فطور، انت هنا بتقلب الشيف وسام ولا الشيف رمزي، يا مرة انت يعني اختاري الفطور اللي بدك اياه المناسب. لا والله انا مش عارفه، محتاره، انت اختار لنا. هون بدك تقلب انت شيف. بيجيك مثلا ابنك بقول لك يابا النت ضعيف. طيب يابا يعني انا شو اسوي لك؟ مثلا اصير مهندس اتصالات، اعمل حالي برج اتصالات، اقوي البث لك هيك اقول عشان يقوى البث؟ يابا من عندهم، من الشركه مش مني. يعني بيجيك الصغير بقول لك يابا انا زهقان. زهقان شو بدك؟ اصير لك شكوكو ولا مستر بين ولا اقلب ملاهي العروس اللي بتلف عشان ابسطك وريحك؟ يابا اذا انتوا عندكم تلفزيون في 500 محطة، تلفوني ما بهداش دائما بيدك يا زلمة. تلفوني باخر الليل بده مختبر جنائي حتى اشوف الشاشة. سمبوسك على قطايف، على مرقة، على شوربة يا زلمة، على كل شيء حاط فيه تمر هندي على الشاشة فيها. ما انت قاعد ب 24 ساعة وعندك ايباد وتلفون و500 محطة بتقول لي زهقان؟ يا زلمة الله يعيننا، احنا الجيل القديم. والله العظيم هذا في جيل التسعينات ما بدريش عن القصة، ولا الجيل اللي طلع بعديه كلياته. يا جماعة الخير كان عندنا تلفزيون قناة واحدة تفتح اي ساعة؟ الساعة 4. قبل الأربعة يعني معك الصبح، لو فتحت التلفزيون مش رح تلاقي شيء، حتلاقي نمش طالع التلفزيون، نمش. تتفرج على النمش انت مكيف، فكر انه هذا يعني برنامج، ومش برنامج يعني ما فيش بث معناته. اذا حن عليك مدير البرامج على الساعة 2 على الساعة 3 بحط لك البطيخة الملونة. هاي زمان كان تطلع على القناة الأردنية، بطيخة ملونة، أغنية لميادة أنا بعشقك مثلا. هذا إذا حن عليك على 4 يفتح التلفزيون، بتبلش الفقرات قرآن كريم وتفسير للأربعة ونص. إحنا على كأطفال يعني زمان بقينا أطفال زينا زيكو ترى يا شباب صغار، أنت حظنا من البث ساعة بس يطلع لك ساعة ميكي ماوس، توم وجيري، ويمكن ها ساسوكي هذا لحاله علي يعني جنبه الجبار هذا حط على قلبي علي، له للسد ولا للهدة، قاعد بهدة بس وبس، لا بشتغل ولا بعتمل ولا عمره ساعد لساسوكي. ساعة بتخلص بعد الفترة هاي كل اللي قلنا، فترة الأطفال بتروح. بعدها شو بيجي معك؟ برنامج مثلا مع المزارع، كان يطلع برنامج مع المزارع، يطلع الحاج مازن الله يرحمه، يطلع أكثر من مقدم برامج، ولا ظل يعني حبة فليف لحلوة بالغور اللي شفناها. الخرفان حفظناها على الغيب قد ما كانت تطلع المزارع هاي مع المزارع. على الستة بتطلع لك الأخبار المحلية، بتعرفوا شو الأخبار المحلية؟ استقبلوا وودعوا وفتحوا نفق هون وفتحوا هون وسووا مطب هون ومنه لهون، هاي كل الأخبار المحلية. السبعة في إشي اسمه مسلسل إنجليزي مترجم، لحنا فهمانين شو بسولفوا ولا شو القصة ولا بنعرف شو هي، بس بحطونا إياه غصبا عننا. السبعة ونص كانت تطلع استراحة المساء، بيعدوا لك البرامج اللي ظلن اللي شو ظل عندك. على الثمانية بتعرفوا نشرت الأخبار الثمانية هاي المقدسة اللي ما تتغيرش، على الثمانية بتظل جردتك للثمانية ونص. يعني في عندك مسلسل السهرة ببلش بعد الأخبار، وفي أحيانا كان كل يوم خميس يطلع لك برنامج فكر واربح القديم، برنامج مسابقات. على 11 لازم يقطع البث كله، كل البث لازم يقطع، ما فيش تطلع لك سلام ملكي وبعدين وش يعني نعسان مش نعسان بدك تنام خاوة، فيش حبيبي حدا يتفرج عندنا بعد الساعة 11. هيك كانوا يسوونا بالمحطات، بتحس مرات انه كان يطلع لك مدير برامج يقول لك شو بعدك قاعد ولا قم نام، وبقول لك الشباب الحاليين قال والله يا باني زهقان. ومن باب التغيير يعني اذا زهقنا كثير وما لقينا شيء بالقناه الاولى نتفرج عليه، ومرات فعلا كان في برامج بتمسمس البال والله العظيم لا انت عارف ليش حطوا لك اياها ولا ليش جابوا لك اياها ولا ليش اشتروها اصلا. هاي حياتنا كانت، كل وسائل الترفيه اللي عندنا هالتلفزيون، هالقناه الوحيده اللي ما فيش غيرها، مربوطه بسلك على شبكه، بالليل تروح تتشعب تضل لك تلف تجيب لك مباراه محليه ولا يجي يعني الصوره طبع تبعتها، لانه حتى وهي محليه مش طبع. وبيجي اخر شيء ابنك اخر العنقود بقول لك يا ابا زهقان وعنده 500 محطة شايف لعاد اطلع له.